السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجالة اللي وحشني وأخي العزيز، أنت أكيد خبطت في حد كلمك عن ربنا اليومين اللي فاتوا، قال لك إحنا بعيد، الدنيا بايظة معانا، مش مظبطين العلاقة، ممكن تكون اتأثرت بقى أنت، شعرت كده وممكن تكون نزلت دمعة وبعدين ما عملتش حاجة، إزاي؟ إيه القلب ده؟ لا بجد؟ إيه الثقة دي؟ ملايكة نار وجنة وربنا وحساب وعمود، كل ده وحطيته على جنب، عادي كده، ولا أنت مركز في إيه؟ إيه المهم بالنسبة لك طالما الموضوع ده على جنب؟ لا معلش أنا عايز أفهم، يعني يمكن نتعلم منك، يمكن الحياة مش زي ما إحنا فاهمين، أصل أنت ده انت جامد قوي يلا ده انت مش خايف مش بتحبه مثلا بعد كل النعم اللي انت غرقان فيها بجد قول ايه اللي خلاك تركن موضوع بالاهميه دي العيال مثلا المدارس مصاريف ديون تخاف من كل ده ومش خايف من ربنا خايف من الانترفيو خايف من الرزق خايف من كل حاجه هي في ايده ومش خايف منه عامل لي فيها فهلاوي قوي افهم اللي انت راكن ربنا عشان مش انت اللي بتعمله هو اللي بيديهولك الناس اللي تقول لي الله غفور رحيم في ناس ليل نهار شغاله عشان تنول المغفره والرحمه انت ما بتعملش حاجه ما بتصليش انت قاطع الصله ما بينك وما بين ربنا قاعد بتفكر في ايه ايه اللي انت بتحاول في الحياه انك توصل له هيعوضك عن الصله بينك وبين ربنا صلى على النبي اخي العزيز انت محتاج تقعد مع نفسك تعيد التفكير والنظر في الطريقه اللي انت عايش بيها تعيد التفكير في نظرتك للحياه ما ينفعش تبقى اولوياتك واحد البيت اتنين العيال تلاته بابا وماما اربعه المدارس خمسه ربنا سته الجيم ايه ده خمسه ربنا لا ما تجيش اصلا يعني انت هتقول ان انت ما بتعملش كده بس هي دي الحقيقه انت لو فسرت افعالك هتلاقي ان الترتيب ماشي كده لا وممكن ما يبقاش في الاولويات اصلا يعني ممكن انت تبقى غافل لدرجة ان ربنا ما يبقاش رقم واحد واي حاجة بتتمحور حوالينه انت ازاي مش مستوعب ازاي عايش ازاي قادر تنام ما بيجيش يا ترى ربنا راضي عني دلوقتي يا ترى العمل اللي انا عملته ده كويس اصل انت مشهود عليك من الملائكة ومن الارض ومن اعضائك ربنا محيط بيك سميع بصير عارف كل حاجة انت عايشها ازاي في كل لحظة انت مش مستحضر المشهد ده اصلا طب انت بقى مستحضر ايه يعني ايه اللي بيجي في دماغك حاليا كده وانت قاعد ماشي بتفكر ايه اللي قلقك وشغلك لو الموضوع ده مش شغلك تفكيرك في الخمسين ستين بس على حساب المال النهائي رياضيا اي حاجه على مال النهائي بتساوي صفر هل ده مش ذكاء هل انت كده فهلاوي ولا انت مش مصدق فانت لازم تعمل لازم تتحرك خلاص مفيش وقت انت النهارده ممكن تكسب من مثقال ذره خير بعد كده مش هيقبل منك ملء الارض ذهب في فرق افهم اتحرك احنا لسه فيها قالي لا عليك ظبط الوجهة بتاعتك كده وفوق عشان خلاص الرحلة بتخلص وبس كده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك